إحياء لليوم الوطني للإرشاد الفلاحي المصادف للفاتح أكتوبر من كل سنة، نظمت المصالح الفلاحية بالتنسيق مع تعاونية الحبوب والخضر الجافة بولاية البويرة معرضا متنوعا لمختلف الشعب الفلاحية، إلى جانب عقد لقاءات تحسيسية مع شركاء القطاع الفلاحي عبر مختلف بلديات ودوائر الولاية. برنامج إحياء اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي هو اللي راح يكون فيه يعني مختلف الشعب اللي موجودة على مستوى ولاية البويرة، اللي راح يجوا يعرضوا كل المنتوجات تاعهم، وكذلك يوم تحسيسي فيما يخص شعبة الحبوب، لأنه هذا اليوم راح يكون هو الانطلاقة الرسمية لحملة الحرث والبذل لسنة 2016-2017. كصندوق جهوي تعاون فلاحي تاع ولاية البويرة، أنا مشاركين في هذا اليوم تاع الإرشاد الفلاحي، اليوم الوطني تاع الإرشاد الفلاحي، باش نبينوا للفلاحين أهمية التأمين أولا. صحيح أن الفلاح لازم يأخذ كل الاحتياطات باش يجيه محصول مليح، باش يجيه المردود مليح، بصح كاين الصوالح اللي ما يقدرش يتحكم فيهم، كالحريق كالبرد، كاين عوامل طبيعية اللي ما يتحكمش فيهم، هنا يدخل دور التأمين. اللقاء كان فرصة للوقوف على المؤهلات والإمكانيات التي تزخر بها ولاية البويرة باعتبارها أحد الأقطاب الفلاحية الرائدة، والتي استطاعت وبفضل جهود أبنائها المخلصين من افتكاك المراتب الأولى في بعض الشعب كالعسل واللحوم البيضاء ومادة البيض، إلى جانب مادة زيت الزيتون والحبوب بمختلف أنواعها. الحمد لله احنا رانا نديروا مجهود كبير باش نخرجوا سلعة مليحة. أخرى وجد الخرشف مع الشيفلور، كما الخرشف الأسعار تاعو 20 دينار هابطة صنع، الشيفلور 25. كني نخدم ثمنت بوذرار نسعى كالكبار دي موكان دي جمركلان ساك ريسين دياق. المزرعة تاعنا بلدية الديرة في تراكا عندنا دي فاريتي بزاف، منها سيغواس هذا، وعندنا الشملال تاع الزيت، وهذا تاع الماكل. اللقاء يعتبر تفعيلا للعمل التشاركي وإبرازا للعمل الميداني الذي ينبغي أن يعمم في باقي التظاهرات التي تنظمها مصالح الفلاحة، وذلك للوقوف على مشاكل الفلاح من جهة وتثمين إنجازاته من جهة أخرى.